أحسن الله إليكم شيخ. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، خمزة الاسم بعين ميم، التصدق بلحوم الذبائح للميت أو للحي في شهر رمضان، هل هناك عمل أفضل منه؟ وما حكم هذا العمل؟ نعم، إطعام الطعام في رمضان فيه فضل عظيم وخصوصية على غيره من الشهور، لأنه وقت الصيام وقت الجوع والحاجة، يتصدق لنفسه أو لوالديه أو لمن يريد من إخوانه المسلمين بالطعام وباللحوم وغير ذلك مما ينتفع به. نعم.